طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم مشعل. واليوم راح أشرح لكم محاضرة عن النيورال كوميونيكيشن، محاضرة فيسيولوجي. طيب، لأن أوبجيكتيف نقراها في الأخير عشان نتأكد إن غطيناها كاملة، خلينا نخش على أول موضوع اللي هو السينابس. إيش هو السينابس؟ السينابس أخذناه قبل كده العام اللي فات، لكن هو الجنكشن اللي يتم من خلالها انتقال النيورو ترانسميترز والالكتريكال سيجنالز من البري سينابتيك للبوست سينابتيك. تمام، انواعها عندنا اكسودنتريك من الاكسون سيلز للدنتريك سيلز، وعندنا الاكسوسوماتكس من الاكسون سيلز للسوما، وعندنا الاكسو اكسونيك من الاكسون للاكسون، عندنا دنتيريو دنتريك من الدنتريك سيلز للدنتريك سيلز، وعندنا دنتيريو سوماتيك من الدنتريكس للسوما سيلز. الالكترال سينابس هذه هي متواجدة بعدد أقل، ولكن هي أسرع من الكيميكال سينابس، لأنه المعروف أنه الكهرباء دائما تنتقل أسرع، والواحد يحتاجها في الأشياء اللي يحتاج فيها حركات مفاجئة وأشياء مفاجئة، زي لما يقوم من النوم، الانتباه، التركيز، الأشياء هذه، الذاكرة، هذه أشياء يحتاجها بسرعة. يعني مثلا الواحد بيفتكر حاجة يحتاج بسرعة أنه يفتكر ده الشيء. فهذه هي واحدة من وظائف الالكتريكال سينابس اللي هي تكون موجودة بعدد أقل من الكيميكال سينابس في الجسم. الكيميكال سينابس هي اللي يصير خلالها ينتقل خلالها النيورو ترانسميترز ويخرج من البري سينابتيك للبوست سينابتيكس، زي ما مكتوب هنا كومبوست اوف تو بارتس اللي هو البري سينابتيكس والبوست سينابتيكس، وبينهم طبعا المسافة اللي هي السينابتيك كليفت اللي ينتقل خلالها النيورو ترانسميتر، سواء ايش كان نوعها. طيب، قلنا انه هي تنقل خلالها النيورو ترانسميتر، واحيانا يصير او انه يصير فيها ديلي يعني تأخير، واختلف الديلي من 0.3 ل 5 ملي سكند، يعني جدا سريعة. والبوست سينابتيك احيانا يا يكون يا اكزيتاتوري يا انهيبيتوري حسب النيورو ترانسميتر، يعني في نيورو ترانسميتر يعمل انهيبيتور، في نيورو ترانسميتر يعمل اكسايتاتوري، وهذا راح نشرحها في السناب في السلايد الجاي. زي ما موجود عندنا هنا، في اللي هي الاكزيتاتوري نيورو ترانسميتر ايش تسوي؟ تفتح اللي هي الصوديوم شانلز، فيصير عندنا اللي هو الدي بولرايزيشنز للبوست سينابتيك ميمبرين، وبالتالي يحصل عندنا اكزيتيشن. تمام، وفي الانهيبيتوري نيورو ترانسميتر ايش بيراح يصير؟ راح يفتح اللي هي حقه البوتاسيوم والكلورايد شانل، فيصير عندنا هايبر بولرايزيشن لوكالايزد للمنطقة اللي هي البوست سينابتيك، وبالتالي يصير فيها انهيبيتوري. طبعا هذه اختصارهم، هذه اي بي اس بي والثاني اي بي اس بي، واحدة اكزيتاتوري واحدة انهيبيتوري. الاكزيتاتوري قلنا يفتح الصوديوم شانل، والانهيبيتوري يفتح اللي هي البوتاسيوم والكلورايد شانل، واحدة تعمل ديبولرايزيشن والثانية هايبر بولرايزيشن. زي ما قلنا الكيميكال ترانسميشنز بعضها يعمل اللي هو انهيبيتوري واكزيتاتوري، والتمبرول والسبيشيال هذه هنشرحها في السلايدات الجاية. زي ما قلنا summation of the EPSP action potential excitation، والتانية inhibition في البوست سينابتيك. الأشياء اللي تأثر على السينابتيك ترانسميشن راح يفرق معانا pH تبع البلد، في حال كان الكلوزز ولا الأسيدوزز راح يفرق، وبعض الأدوية اللي راح تعمل إنهانسينج للترانسميشن زي الكافيين، وبعض الأشياء المحفزة اللي تسرع من عملية اللي هي السيجنال اللي تنتقل من البري سينابتيك والبوست سينابتيك. وفي بعض الأشياء لا، العكس، تعمل إنهيبيشن، ما تخلي مثلا نيورو ترانسميتر تطلع من البري سينابتيك للبوست سينابتيك، وهذه معظمها يكون بويزنز زي اللي هي السترايشنين، ان شاء الله يكون قلتها صح، سترايشنين. طيب، وفي ادويه ايش تسوي؟ تقلل السينابتيك ترانسميشن زي اللي هي الانستيزيا، مو انه مره تعمل لها انهيبيشن، ممكن تقلل، يعني
تقلل انتقال النيورو ترانسميتر من البري للبوست سينابتيك زي ما هنا مكتوب، او تقلل اللي هو less responsive to the excitatory agents. السينابتيك ميكانيزم زي ما اخذناها في سنة تانية، راح اول حاجة يوصل action potential. action potential راح يخلي الكالسيوم يدخل للبري سينابتيك، الكالسيوم راح يفك الفيزيكلز اللي فيها نيورو ترانسميترز عشان تخش في السينابتيك كليفت، بعدين تسوي بايندينج للبوست سينابتيك، بالتالي يحصل عندنا اللي هو الاكزايتيشن، سواء كان اكزايتيشن ولا انهيبيشن حسب طبيعة النيورو ترانسميتر. عندنا اللي هي التمبرال سميشن والسبتال سميشن، لا مو سبتال، سبيشيال سميشن. صراحة يعني انا مش مره فاهمها، لكن هنا ممكن عندنا جوجل ممكن يوضحها. لا ما في. اوكي طيب، هذه الصوره راح توضح لنا اللي هي different between the temporal and spatial summation. تمام، ايش الفرق؟ في واحد نيورون او انه واحد سينابت، حلو، وواصل له بري سينابتيك من اكتر من ايش، من نيورون. تمام، في التمبرال سميشن واحده من النيورونز اللي ماسكه في اللي هو السينابس راح تعمل فريكوينت اللي هو سيجنالينج، تمام، من واحد نيورون بس، فريكوينت ورا بعض زي ما انتم شايفين في خطوط كثير ورا بعض ورا بعض، وبالتالي هي الاشاره اللي راح تروح للبوست سينابتيك. اما العكس في اللي هو السبيشال سميشن، في اكتر من نيورون راح قاعدين يرسلوا سيجنالز، لكن مو بنفس الفريكوينت حقت لما يكون واحد نيورونز، يعني الثلاثه كلهم بيرسلوا سيجنالز لكن مو زي لما يكون واحد بس بيرسل. فالثلاثه كلهم لما يرسلوا راح يتجمعوا لمنطقه السينابت ويصير لهم زي ما قلت تجميع للسيجنالز هذه، وتصير سيجنالز واحده في اللي هي البوست سينابس. طيب هذه زي ما قلنا اللي هي التمبرال والسبيشال سميشن. نيورو ترانسميترز وريسبتورز بايندينج، طبعا في انواع مره كثيره نيورو ترانسميترز، فوق 50 نوع، منها الكيميكال ترانسميترز زي الاستايل كولين، البيوجينيك امايز والامينو اسيد بيبتايد، وعندنا الموست كومون نيورو ترانسميتر اللي هي الاستايل كولين والبنفرين والنورفرفرين والجابا والجلايسين والجلوتاميت، هذه برضو من المشهوره من الانواع. زي ما قلنا هذه هي منطقة السينابس، عندنا اللي هي الأكسون، وبعدين عندنا البري سينابتيك والبوست سينابتيك والسينابتيك كليفت والنيورو ترانسميترز والفولتج جيدد في الكالسيوم لما تدخل كيف، وانها تفك الفيسيكلز عشان تطلع وتروح تعمل بايندينج للبوست سينابتيك. برضو هنا من الأنواع عندنا النيورو ترانسميتر ستايل كولين، هو أول نيورو ترانسميتر اكتشفوه وأفضل واحد، فاهمين طريقة عمله كيف. عندنا طبعا ايونوتروبيك ريسبتورز، عندنا ميتابوتروبيك ريسبتورز، هذه كلها أنواع ريسبتورز. عندنا بيوجينيك ريسبتورز، عندنا أمينو أسيد ريسبتورز، فهي أنواع جدا مرة كثير. الكلاسيفيكيشنز تبع النيورو ترانسميترز، عندنا يا تكون اكزايتاتوري نيور ترانسميترز يا انهيبيتوري نيور ترانسميترز. زي ما قلت في البدايه، اكزايتاتوري زي ما قلت جلوتاميت، والانهيبيتوري زي اللي هو المشهور الجابا. وبعض النيور ترانسميترز، بعضها مش كلها، تقوم بالعملين يا انهيبيتوري يا اكزايتاتوري، زي الاستايل كولين. الاستايل كولين هذا يكون اكزايتاتوري فين، في اللي هي نيوروموسكولار جانكشن، تمام، لكن يكون انهيبيتوري في الكاردياك موسل. يعني لما يروح على الاستايل كولين على الكاردياك موسلز راح يعمل لها انهيبيتوري ويسوي ايش، برادي كارديا، لكن لما يروح على الموسلز راح يعمل اكزايتيشن ويحرك مثلا العضلة. وعندنا حاجة اللي هي البري سينابتيك انهيبيشن، قلنا اللي هو ان يكون النيورو ترانسميترز نفسه انهيبيتوري سيجنال، تمام، فلما يخرج يعمل لنا اللي هو الكلورايد انفلكس ان ذا presynaptic excitatory fiber، بالتالي ايش راح يصير، راح يقلل الاكشن بوتنشال، راح يقلل دخول الكالسيوم، راح يقلل الاكزايتيشنز والاكزايتيشنز والاكزايتاتوري نيورو ترانسميتر اللي راح تطلع من اللي هي
البريسينابتيك. يعني البريسينابتيك انهيبيشنز انه يصير النيورو ترانسميترز اللي تطلع تكون انهيبيتور نيورو ترانسميتر، راح تقلل كل شيء، الكالسيوم والاكشن بوتنشل والاكزيتاتور نيورو ترانسميترز، يعني جدا مضادة للي هي الاكزيتاتوري. الانتجريشن للنيورال بروسيسنج عندنا نوعين، يا دايفيرجنت يا كونفيرجنت. دايفيرجنت واحد نيورون جيلو سيجنال يقوم يستعملها، يعمل لها سبريد تروح لكل النيورونز الثانية، تعطي اوتبوت 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 اوتبوت، يعني زي الشبكة يبدأها واحد ويحولها للبقية كلهم. الكونفيرجنت العكس، زي لما يكون في نيورونز مرة كتير وتعطي سيجنال لواحد نيورون. طيب على سبيل المثال دحين خلينا نقول مثلا في شركة، تمام، الشركة هذه ماسكها مدير، المدير لما يبغى خدمة مهمة تمام لازم يعممها على جميع أفراد الشركة، وبالتالي هذه إيش، هذه دايفيرجنت، المدير حيدي أمر وتروح لكل السيلز الثانية اللي هم الموظفين وراح يسووا الأمر هذا. لكن لو الموظفين دول تمام يبغوا خدمة من الرئيس حقهم ما يقدر يسويها إلا الرئيس مثلا، تمام، فحيتلموا كل الموظفين اللي هم النيورون سيلز وراح يعطوا الأوردر للي مين، للي هو المدير. فهذه هي الكونفيرجنت، إن شاء الله تكون وصلت الفكرة. وعندنا حاجة اللي هي الريفربريتنج والبرر أفتر ديسشارج. الريفربريتنج اللي هي containing collateral synapse with previous neuron in the chains. وعندنا البرر after discharge اللي هي stimulate several neurons in parallel arrays. البرر زي ايش، الحاجة اللي تحصل ورا بعض زي التنفس على سبيل المثال، هذه ما توقف، فهذه تعتبر في حلقة في دائرة التنفس، تاخذ نفس و inhalation وزفير ونفير زفير ونفير، هذه ما توقف العملية هذه، فهذه هي واحدة من أنواع اللي هي البرل أفتر ديسشارج. الريفربريتنج خليني بس ثواني أتأكد منها. طيب هذه الصورة راح توضح لنا أكثر إيش هي الديفرنت تايب أوف سيركتس. زي ما قلنا عندنا الدايفيرجنت، الدايفيرجنت اللي هي واحد يوزع للبقية، والكونفيرجنت لما يجي له أوامر من عدة بقية الواحد، أو إنه يكون برضو من نيورون واحد بس اللهم من أكثر من أكسونز، وبالتالي هذا برضو نوع من أنواع اللي هو الكونفيرجنس. يجي للريفربريتنج زي ما قلنا، في دحين النيورون ماشي في بروسيسنج معين تمام من واحد لواحد 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 لواحد، يقوم يجي نيورون تاني ايش يسوي، يعمل سيركوليتنج لهذه الحركة من واحد لواحد لواحد، بعدين يرجع لأول الصف، واحد 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 ويرجع لأول الصف زي ما قلنا في عملية التنفس تمام. البارلل كيف عبارة عن ماشي في خط مستقيم، لكن يجي أكتر من واحد يحاول انهم يرجعوا يقووا السيجنالز ويعطوا سيجنال ثانية، لكن كلها في نفس المسار، يعني كلها في مسار واحد، هذه اللي هي البارلل افتر ديسشارج. ريفربريتنج زي ما قلنا انه هي تكون ماشية 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 في خط، بعدين يرجع واحد يعيدها لأول الصف تاني. أنا في البداية قلت إيش، قلت إنه هي parallel after discharge زي في التنفس، لا غلط، أنا غلطت في المعلومة، الصح إنه هو reverberating زي اللي في التنفس، تكون ماشي 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 في خط ويرجع تاني لأول الصف تمام. هذه اللي reverberating، اللي هي parallel after discharge راح زي ما قلنا إنه هي تكون في مسار واحد، لكن في أكثر من نيورونز راح يتوزع عليهم السيجنالز، وممكن ترجع تلم السيجنال الثاني نفس المسار، هذه هي البرر افتر ديسشارج. معلش على اللخبطة اللي صارت. باترنز اوف نيورال بروسيسنج كنا يا سيريال بروسيسنج يا بارلل بروسيسنج. السيريال بروسيسنج كيف تكون، يكون السيجنالز جاي بمسار واحد تمام، input travels along one pathway to a specific destination work in all or in none manner. زي ايش، زي الـ spinal reflex، تكون جدا سريعة. الان لو واحد مسك مثلا حاجة حار على طول حيرفع يده تمام، ليش، هذه هي serial processing. الـ input اللي جالك من اللي هو انه هذا حار انتقل بسرعة الى الـ spinal cord وعمل reflex بسرعة،
في specific destination. هذا هو اللي هو serial processing, ال serial reflexes. البارلل بروسيسنج كيف بتروح وتطلع للسي ان اس, يعمل لها بروسيس في المخ ويرجع تاني يعطي سيجنالز. تمام, يعني كيف مثلا على سبيل المثال خلينا نقول على سبيل المثال انت ناسي الفرن شغال في المطبخ, تمام, وشميت ريحة حاجة بتنحرق. اول حاجة هتفكر فيها, طب انا يا ربي هل تركته شغال, هل مدري ايش زي كده. فانت بتعمل بروسيسنج هنا بناء على الستيمولوس اللي هي الريحة, فهذه هي البارلل بروسيسنج. اللي هو زي ما السيريال بروسيسنج عكس تماما, يشتغل في حينه. يعني زي ما قلنا مسكت حاجة حارة قمت على طول رديت يدك, هذا هو specific destination و specific pathway. لكن في البارلل بروسيسنج زي ما قلنا يطلع للسي ان اس ويعمل له تحليل وش سبب الريحة وزي كده, وبعدين يرجع تاني يرسل اللي هو الرفليكس. سمر الموضوع ده كله, في ميديكال ديسوردرز تحدث في اللي هي سينابتيك ترانسميشنز, وقلنا اللي هي الكوميونيكيشنز وانواعها والاي بي اس بي والاي بي اس بي, واخذنا التايبس اوف سينابس, تايبس اوف نيورو ترانسميترز, اخذنا التمبرال والسيبتال سميشنز, اخذنا اللي هي الانهيبيتوري والاكسايتاتوري نيورو ترانسميترز, وعرفنا نفرق بينهم, وعرفنا اللي هي انواع البروسيسنج وانواع السيركتس. ان شاء الله يكون وطينا كل الاوبجكتيفز. طيب نعمل كده سو فار مراجعة للي اخذناه. اول حاجة اخذنا السينابس, اخذنا تركيبة السينابس ايش هي, اخذنا الكيميكال والنيورو ترانسميت والالكتريكال سينابس, وعرفنا وظيفة كل واحدة ايش تسوي. اخذنا اللي هي النيورو ترانسميترز والتابز اوف نيورو ترانسميترز, واخذنا ريسبتورز وانواع ريسبتورز, اخذنا اللي هي البروسيسنج ايش انواعها, واخذنا السيركتس ايش انواعها, واخذنا كيف ايش هي الريفلكس, واخذنا اللي هي الانهيبيتوري والاكسايتاتوري نيورو ترانسميترز, وكيف طريقة عمل كل منهم. اتمنى كده اني غطيت كل الاوبجكتيفز, ومعليش اذا صارت فيه لخبطة. والسلام عليكم.